بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة، لتأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس. نحقق قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونهم. أمين. نبدأ النهاردة بنعمة المسيح من غير فرصة بتاعة أسئلة عشان نكمل الجزء بتاعنا ده النهاردة إن شاء الله. وصلنا بنعمة الله يا أحبائي إلى العقيدة السادسة، وإيماننا اللي بنقوله باستمرار وبتعلنوا لين الكنيسة وبتعلموا لين الكنيسة عقيدة قيامة الأموات في قانون الإيمان. وصلنا إلى وننتظر قيامة الأموات، وتكلمنا الأسبوع الماضي عن ما هو الموت ومين هم الأموات، وعرفنا قدر كيف إنه كان الموت هو دخيل على البشرية، لأن الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أصبح دخيل مخوف، الكل يخاف ويرتعب من كلمة الموت. لكن بالنسبة لنا لدرجة أنه أصبح الإنسان يخاف أنه حتى يتكلم عن الموت، أو تاج رعبة كده لما يسمع سيرة الموت. وده اللي بيقوله في أشعياء 51: من أنت، يكلم كل نفس بشرية يقول لها كده، من أنت حتى تخافي من إنسان يموت وتنسي الرب صانعك مؤسس السماوات وباسط الأرض؟ الإنسان لما بتاج سيرة الموت بينسى إلهه. ده بالنسبة للإنسان أو الشخص البعيد عن الله. وعرفنا مين هم الأموات اللي بيخافوا أو اللي بيكون في حياتهم الموت عبارة عن نهاية مريرة، وهي يحمينا ربنا بعيد عن الله مصدر كل حياة. تكلمنا عن احتياج الإنسان باستمرار أن تكون قدامه هذه الرؤية وهذا الهدف، أن اللي احنا حياتنا خالدة، حياتنا مش مخلوقة عشان تنتهي على الأرض، زي ما شفنا الآية اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فات في سفر الحكمة أصحاح 2:23، وقلنا ده واحد من الأسفار القانونية الثانية. خلق الله الإنسان لهدف ولمكان، لحياة أبدية، وصنعه بالتالي دليل هذا الحب الإلهي، دليل هذه النعمة اللي أعطاها للإنسان، إنه خلقه وصنعه على صورته إيه؟ الخالدة. الله لا يموت، وبالتالي الإنسان حتى وإن مات بالجسد اللي دخل إلى العالم بالتالي، لكن يبقى الإنسان خالدا بعد الموت. وعرفنا إنه حياة الإنسان كل ما كانت حياته علاقته حلوة مع الله في على الأرض، كل ما كان ليه هذا الاشتياق اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. إيماننا الأرثوذكسي بيخلينا إن احنا لا نخفي حقيقة الموت، بل بالأكثر من كده نقول في قانون الإيمان. وأحب أذكر بحتة بسيطة، المرة اللي فات إحنا قلنا قانون الإيمان بيتقال في القداس كم مرة؟ 3 مرات. طب ليه ما 4؟ إمتى يكون 3 وإمتى يكون 4؟ لو حسبنا القداس بيبتدي من رفع بخور عشية هيكون 4 مرات. لو حسبنا القداس بس من يوم القداس نفسه من رفع بخور باكر هيكون 3 مرات. فرفع بخور عشية بنقول بعض الزوكسولوجيات ونقول بالحقيقة نؤمن. فرفع بخور باكر بعد الزوكسولوجيات بنقول بالحقيقة نؤمن. في بداية القداس قبل تقديم الحمل بعد ما نخلص صلوات المزامير بنقول ايه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد. نختم المزامير، صلاة المزامير، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. كده كم مرة؟
ثلاث مرات ونصلي القداس وبعد الإنجيل وإذا كان في العظة وقبل ما نبدأ القداس قبل صلاة الصلح نصلي نقول إيه الشماس يقول إيه انصتوا بحكمة الله بالحقيقة بالحقيقة نؤمن بإله واحد. يبقى هي أربع مرات. المرة اللي فاتت كانت كده في حتة مش عايز أقول زاغت مني بس عايز أشوف الناس يعني في حد ذاته احنا بنحسب ازاي او بننتبه لحتة ازاي. حتة دي بالذات بتاعت هي قبل الحمل بتخلي كل انسان مننا يقول انت حتنظر الى ايه. زي ما الشماس بيقول لنا كده انظروا الى الشرق حيث جسد ودم عمانوئيل. طب الحمل المحطوط دي الحمل القربان اللي محطوط ده اللي حيصلي بيه الاب الكاهن وحيصلي عليه ويختار واحد من هذا الحمل على اي اساس؟ على أساس إيمان الله الآب الله الابن الله الروح القدس وبالتالي بقية هذه العقائد وبقية هذه الإيمانيات. يبقى إذن بتحطيها لنا الكنيسة قبل ما نبدأ أي حاجة في القداس. صلينا المزامير. المزامير قلنا عبارة عن النبوات اللي بتتكلم عن السيد المسيح. بعد كده حنبتدي رفع الحمل. قبل رفع الحمل يصلي الشعب كله بالحقيقة نؤمن، أي أننا نؤمن ونؤمن أن هذا المختار هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بالتالي أصبح كنيسة علمتنا أن احنا ناجي في كل قداس أو بالأصح في أوقات معينة أن احنا نقول وننتظر قيامة الأموات، تذكرنا باستمرار في قانون الإيمان بالأموات. احنا قلنا الأموات هم الأموات بالروح هم الذين هم بعيدين عن الله، إنما الأموات جسديا ده مطروح على كل العالم. والكلام ده مش مجرد كلمات عن القيامة ولكن ده فعل أيضا عن القيامة. لو تذكروا طبعا أنا دايما ببتدي بحتة من الكتاب المقدس بس حسيبة دلوقتي أبتدي بيها أول ما نخلص الجزئية دي. لو تذكروا أنه في كم مثال بس في العهد الجديد عن قيامة الأموات. لو قلنا لو ركزنا في الأناجيل في كم حادثة عن قيامة الأموات؟ أربعة في العهد في الأناجيل بس. أربعة: إقامة ابنة يايروس، إقامة ابن أرملة نيين، إقامة لعازر، وأخيرا قيامة سيد المسيح طبيصة في سفر الأعمال. أنا بقول في الأناجيل قيامة السيد المسيح له المجد. عشان كده بقول إن القيامة بالنسبة لينا ما كانتش مجرد إيه، ما كانتش مجرد كلمات. احنا بنقول كلمات ننتظر قيامة الأموات. الأسبوع اللي فات قلنا في كورنثوس الأولى اللي احنا قريناها وعدد إصحاح 15 إن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح إيه قد قام. في إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 5 الإنجيل دي بيتكرر بيتقال في أوقات الجنازات وبالذات في جنازة الرجال. نسمع الآيتين دول في يوحنا 5:25: الحق الحق أقول لكم وإنها تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الإنسان والسامعون إيه يحيون. إزاي أموات وإزاي يسمعوا ولما يسمعوا يحيوا؟ تقصد بيها مين يا رب؟ مين هم الأموات في الحالة زي دي؟ الأموات اللي بالخطايا. كنا كلنا جميعا أمواتا بالخطايا وهو كفر عننا بموته على عود الصليب. بموته صلحنا مع الآب. كنا كلنا محكوم علينا بالموت. بس الإنسان اللي يكون بعيد عن الله ويستمر بهذه الصورة من دون ما يرجع إلى الله يكون في حياته إيه؟ هو إنسان ميت بعيد عن الحياة عن مصدر الحياة. يبقى إذن
الآية الأولانية دي بتقول كل إنسان اللي هو عايش في الجسد ما زال عايش في الجسد، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الإنسان، كلمة الله اللي بيسمع الإنسان باستمرار، والسامعون يحيون، يعني يرجع الإنسان بالتوبة وياخذ حياة جديدة. صنع الإنسان أو خلق الإنسان لحياة أبدية، حياة جديدة. ويكمل في يوحنا 5:27: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها، خلوا بالكم الفرق ما بين اثنين، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. دي أنهي ذية؟ أنهي وقت ده حيكون؟ في مجيء المسيح المبارك، في مجيء المسيح الثاني المبارك. يبقى إذن الآية الأولانية بتقول لكل إنسان، يا ترى بتسمع لصوت الله وبترجع وبتاخد حياة، ولا يا ترى انت عايش وعايز تعيش في الموت؟ لانه خلي بالك، اذا فضلت بالصورة اللي انت فيها من دون ما ترجع الى الله، يحمينا ربنا، لابد ان يأتي في مجيء الثاني المبارك، وتأتي ساعة ويسمع الذين في القبور بعد كده ايه صوته. دي في حالة الأموات، جميع الأموات الذين ماتوا عند مجيء المسيح المبارك، يسمع كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، إلى الفردوس، إلى الحياة الأبدية المعد ليهم، ويبقى ويخرج الذين فعلوا السيئات، يحمينا ربنا، إلى إيه؟ إلى قيامة الدينونة. يبقى إذن لابد أن ندرك أنه توجد قيامة أموات، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل هو إيماننا، وباطل هو إيمانكم، وباطلة هي كرازتنا، وبالتالي ما زلنا إحنا إيه؟ نموت في خطايانا. عشان كده أحبائي، تعالوا نشوف يا ترى قيامة الأموات حتكون إزاي. الكلام ده مذكور في سفر حزقيال أصحاح 37، وطبعا دي في حد ذاته فيه رد كان زمان على الصدوقيين اللي بيقولوا انه مفيش في اخر الزمان في قيامة اموات. فاكرين لما الصدوقيين جوا للسيد المسيح وهم لا يؤمنون بقيامة الأموات، وقالوا له القصة بتاعت الراجل اللي كان متزوج وحدي وماتت، واخوه هو اللي زوجها، لمن تكون في قيامة الأموات؟ قال لهم وهو اللي مات، آسف، وقال لهم السيد المسيح كده إيه في الـ في الـ في الـ في الأبدية، في هناك إيه في ملكوت الله لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونوا كملائكة الله. يعني في قيامة أموات، بس مش بالصورة بتاعت الجسد، ولكن قيامة روحية، أجساد روحية، أجساد نورانية، يعطينا الله باستمرار إن إحنا ندرك إن إحنا لينا مجد آخر. الجسد الفساد لابد أن ينتهي ويلبس إيه؟ عدم فساد. الهوان والضعف ده لابد أن ينتهي ويلبس إيه؟ ويلبس جسد نوراني، يلبس جسد قوة. الجسد النوراني والجسد القوة لا يحتاج إلى الأكل، ولكن ممكن إنه هو يصهر إنه يأكل، زي ما حصل مع السيد المسيح، مش محتاج إنه هو يأكل، لكن قال إيه كده عشان يثبت للآخرين وللتلاميذ إنه هو نفس الجسد الذي قام، قال لهم كده إيه، قدموا لي الأكل، وأكل معهم. تعالوا نشوفوا يا أحبائي القيامة دي حتكون شكلها إزاي، والله يعطينا كل إنسان كده إنه فعلاً يكون لينا هذا الاشتياق، ويكون لينا هذا الانتظار بشوق ومجيء. طال انتظارنا والشوق ملينا، ودي كنا حنرنمها، لكن بس حنرنمها في الآخر. طال انتظارنا والشوق ملينا، يوم ما تاجي يا رب، ويوم ما نشوف ازاي ان احنا نتغير
في لحظة في طرفة عين إلى تلك المجد اللي أنت أعده لنا. أصحاح 37 من سفر حزقيال، وفي عدد واحد، من عدد واحد إلى عدد 10: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. طبعا عظام اتحللت، ناس أموات تحللت، بقت العظام ناشفة، مفيش جلد، تحلل كل شيء. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. بالمنطق، بالفكر البشري، لا يمكن، لكن أنت بتسأل: أتحيا هذه العظام؟ أنت الوحيد اللي تعلم يا رب أتحيا أم لا. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. يابسة وناشفة ومتحللة وتسمع عمل إلهي. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: يعطيها آذان لكيما تسمع. هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون، أدخل فيكم روحا فتحيون. كده من هنا نعرف أن الإنسان لما بيجي الموت تخرج الروح، تنفصل الروح عن الجسد، والروح تطلع إلى مين؟ إلى خالقها. يأمر هذه الروح عشان ترجع مرة تانية. خلوا بالكم، دي الروح مش الروح الإنسانية، ويرجع الإنسان بهذه الصورة لنفس الجسد، يرجع به جسد، وحنشوف شكل الجسد اللي حيكون فيه. فهأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون إني أنا الرب. لابد أن ترجع الروح البشرية مرة تانية. خلوا بالكم، الناس بتفتكر كلمة الروح هنا بتفتكر بس هي روح الله. لا، لابد أن تقوم الروح ويقوم الجسد مرة تانية. إلى فين؟ إلى قيامة الأموات، إلى يوم الدينونة. عشان كده في يوم الدينونة اللي حيكافئ، مش حيكافئ الروح بس، يكافئ الروح ويكافئ الجسد. وبنفس الحكاية بالنسبة للأشرار، يحمينا ربنا، اللي حيدان يدان، تدان الروح وتدان الجسد، لأن الجسد اشتهى ما هو للروح، ما هو ضد الروح، ورفض الحياة مع الله، وبالتالي روحه كانت ميتة، فيدان الجسد ويدان الروح. لأنه في ناس بتقول: ايه الداعي انه الجسد يقوم مرة تانية؟ ما خلاص هي دينونة ويدان. لا، الجسد هو الذي رفض، وبالتالي الروح رفضت أن تعيش. لو كان الجسد قدم جهاد، لو كان الجسد تمتع بالحياة مع الله، لو كان الجسد قدم صلاة، لو كان الجسد قدم خدمة، لو كان الجسد عمل كل ده، كانت الروح اللي فيه كانت تكون مشتعلة في علاقتها مع الله، وتكون ملتهبة بهذا الحب الإلهي. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما قال: الجسد يشتهي ضد الروح، لكن الإنسان الروحي، الروح تشتهي إيه؟ ضد الجسد. إنما الإنسان الجسداني، الروح، الجسد يشتهي ضد الروح، وبالتالي الروح تميل مع الجسد.
واخدين بالكم يا أحبائي؟ واخدين بالكم من الفكرة؟ الله خلق فينا أرواح بشرية، ويوم ما أخذنا الميرون انسكب فينا روح الله وسكن فينا روح الله، أصبحت أرواحنا ملتصقة بروح الله للإنسان اللي عايز يعيش مع الله. أما الإنسان اللي ميت عن الله، الروح القدس ليس له أي عمل في داخله، وكأن روحه انفصلت عن روح الله، مفيش اشتياق، مفيش جهاد، مفيش رغبة، مفيش حلاوة عشرة مع الله. عشان كده أجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. تعال نكمل بقية المنظر اللي حيحصل. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. طب يا ابونا احنا عندنا رفات القديسين دي ومتوزعة على كل أنحاء العالم، في يوم مجيء المسيح تجتمع كل هذه العظام اللي موزعة في كل الكنائس، وتتقارب هذه العظام كل عظم إلى عظمه، ويقوم ماري جرجس، ويقوم ماري مينا، ويقوم كل القديسين اللي كانوا متوزعين العظام بتاعتهم في كل الكنائس. ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق، ولبس فيها روح، فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى فيحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. منظر رهيب، منظر رهيب. تعالوا شوف المنظر ده، قال عنه معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الأولى أصحاح 4، ويقول لنا كده ونقراها برضو في أيام التعزيات. ثم في أصحاح 4 وعدد 13، ثم لا أريد أن تشهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين، وقلنا عليها المرة اللي فات إنه مش كل العالم حيكون ميت في مجيء المسيح المبارك، في ناس لسه حتكون أحياء. طب دول وضعهم ايه يا ابونا؟ دول قلنا عليهم انهم في لحظة في طرفة عين يتغيروا، انما دول في حد ذاتهم ايه؟ نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لا نسبق الراقدين. شوفوا بقية المنظر عشان نكمل الصورة. فاننا نقول لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح تحصل عملية الارتعاش، تحصل عملية تقارب العظام، والأموات في المسيح يقومون أولا، وبعد كده ثم نحن الأحياء الباقين بعد كده سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. يعني عايز تقول لنا ايه يا رب؟ عايز اقول ان دول يعني مديهم كده حيكون ليهم مجد في مجيء الثاني المبارك، والأحياء ليهم مجد، بس دول اللي ماتوا، دول اللي جاهدوا، دول اللي انتصروا، دول يقوموا في الأول، تحصل عملية تقارب العظام،
تحصل عملية الكسو بتاع الجلد والعصب وتدخل الروح ويقومون ويجمع المسيح في السحاب. وبعد كده احنا الأحياء إذا كنا لسه أحياء سنخطف جميعهم معهم في السحب. ما أروعك يا رب، تعطي لكل نفس فعلا اشتياق حقيقي. عشان كده بنقول للذين انتقلوا هم سبقونا إلى هذا المجد، وفي مجيء المسيح المبارك هم يسبقون أيضا في القيامة، وهم اللي يقوموا في الأول، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم جميعا على السحب. هنا يا أحبائي نستطيع أن احنا نرد عن لكل إنسان اللي هو بينكر هذه العقيدة أو بيرفض أن الإنسان فقط عليه هو إنسان كائن أرضي نأكل ونشرب وغدا نموت. نقول له لا، نقول له لا، الإنسان روح خالدة. هل يا ترى يصعب على الذي أقام الميت بعد 4 أيام بعد أن أنتن، هل يصعب عليه أنه في يوم من الأيام أنه يعطي أمر وتتقارب كل هذه العظام وتقوم بعد كده؟ لا يصعب عليه أمر ولا يعسر عليه أمر. عشان كده نجد هذه الصورة المجيدة اللي بيعطينا ليها الله من خلال كلمته المقدسة. خلي كل نفس كده ايه مشتاق الى هذا الامر. احكي لكم قصة على هذا الامر يا احبائي، انه كما نؤمن ان المسيح قام زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، نؤمن ايضا بقيامة الموتى وننتظر قيامة الاموات. في يوم من الايام اصيب انسان كان متدين، زوجته توفت، فللأسف فقد إيمانه وابتدى إنه هو يثبت لكل أصدقائه إنه ما فيش حاجة اسمها قيامة أموات، ما فيش حاجة اسمها خلود للنفس بعد الموت، ده كله كلام، ما هي مراتي ماتت ولا أعرف هي فين، خلاص انتهت. في يوم جات، كان عنده ابن طفل، في يوم من الأيام جات المربية بتشتكي للأب من تصرفات ابنه، بتقول له للأسف ابتدى ان هو يحلف، ابتدى ان هو يشتم، ابتدى ان هو يتصرف تصرفات غير لائقة. فجاء الأب بينصح ابنه ويقول له كده ايه، لو كانت أمك لسه عايشة على قيد الحياة انت ما كنتش ترضى انها تسمعك بالكلام القبيح اللي انت بتقوله دلوقتي. لو كانت امك عايشة انت ما كنتش ترضى انك تقول الكلام ده وامك تسمعك انك انت بتقول كلام زي كده وهي حية. فقام الولد قال له بس أمي ماتت، وملهاش وجود، وبالتالي هي مش سمعاني. انتبه الأب إلى إنه إيه؟ إنه ابنه بيذكره بحقيقة. طب ما أنا أمي دلوقتي مش على قيد الحياة، بس هي سمعاني، وبالتالي عشان هي سمعاني عشان كده أنا حبطل إن أنا أتكلم بالكلام القبيح والكلام الغير لائق والحليفة والشتيمة اللي أنا كنت بقولها. الأب الابن قال لأبوه عشان هي سمعاني وهي ليها وجود مش على الأرض بس هي في مكان آخر، وأنا واثق إن هي سمعاني، عشان كده أنا حبطل حكاية الحلفان والشتيمة. وكأن الابن حب ان هو يذكر ابوه بهذا الايمان، ان امه حتى وان كانت لم تكن على قيد الحياة ولكن ما زالت هي خالدة، ما زالت هي في السماء. وبالتالي عاش هذا الاب وعاش هذا الابن على رجاء القيامة اللي اعطاها لينا رب المجد يسوع، ان نحن لينا حياة ابدية. وعلى فكرة زي ما قلنا قبل كده ان الحياة الابدية لا تبدأ من لحظة موت الانسان، انما تبدأ من فين؟ انما تبدأ من
وجود المسيح في قلب الإنسان من يوم ما يكبر الإنسان ويقول له يا رب أنا عايز أعيش معك، تعال يا رب أدخل إلى قلبي. يوم ما يقبل الإنسان المسيح ويعيش مع المسيح، هنا تبدأ حياة الإنسان حياة جديدة، حياة أبدية فعلا. لكن للأسف يا أحبائي، لما نجي نتكلم عن هذا الموضوع، أي إنسان يحمينا ربنا بعيد عن الله ما يحبش أنه يسمع هذا الكلام، ما يحبش يسمع أنه في يوم من الأيام حنقول كده وننتظر قيامة الأموات. أنا خايف، خايف وأتمنى أنه ما يكونش بيحصل. يوم ما تاجي الناس بتصلي وتاجي عند قانون الإيمان وتاجي عند حتة وننتظر قيامة الأموات، إما إن هي تعدي مرور الكرام أو إما واحد إن هو يرفض إن هو يقوله، مش عايز يتذكر اليوم ده، مش عايز يتذكر اليوم اللي حياجي فيه وتكون قيامة أموات. في قصة حلوة عن هذا الموضوع، يوم من الأيام الله أرسل أحد الخدام إن يوعظ عن القيامة في إحدى القبائل. فقام زعيم القبيلة بيسأله، بيقول له أنتوا بتقولوا إيه عن الأموات؟ هل فعلا حيقوموا؟ فقام الخادم قال له أيوة حيقوموا. قال له أبوي حيقوم من الموت؟ قال له أيوة حيقوم من الموت. قال له كل الناس اللي أكلتهم الوحوش في الغابة اللي احنا عايشين فيها دي، كل الناس دول حيقوموا من الموت؟ قال له أيوة حيقوموا كلهم من الموت. تسأل ليه؟ قال له لا، الكلام ده غير حقيقي، الكلام ده صعب ولا يمكن أي إنسان يقبله. قال له كده كلماتك صعبة الاحتمال، ولا أريد أن أسمع أن الموتى يقومون. ما فيش حاجة اسمها الموت، الموتى يستطيعوا أن يقوموا من الأموات، من الموت، الأموات لا يستطيع أن يقوموا. قال له ليه بتقول كده وليه خايف بهذه الصورة؟ قال له لأنه قد قتلت ألوفا، فهل ستقوم هذه الألوف؟ قد قتلت ألوفا فهل ستقوم هذه الألوف؟ ويا ترى أنا حودي وشي فين منهم لما تقوم الألوف دي؟ على تعليق على في بعض الأحيان على ما أعتقد لسيدنا البابا الله ينيح نفسه البابا شنودة، لما كان بيتكلم عن القديس استفانوس بيقول كده أنا عايز أتصور المنظر في السماء لما القديس استفانوس يتقابل مع معلمنا بولس الرسول. أصل الكتاب المقدس بيقول في أعمال 7-8 لما كانوا بيرجموا استفانوس وكان شاول راضيا بقتله، فسيدنا البابا بيقول كده أنا نفسي أتخيل المنظر، يا ترى استفانوس هيتقابل مع بولس ويتكلم ويقول له كنت بتعمل إيه وكزاي إنك كنت راضي على القتل بتاعك. أهو نفس الحكاية، هذا الزعيم كان خايف إنه الأموات يقومون. قد قتلت ألوفا فهل تقوم هذه الألوف؟ أمر مش سهل على الأشرار يحمينا ربنا، أمر صعب على الأشرار يا أحبائي، لكن هو ده الواقع، هو ده الواقع اللي ما فيش تستطيع أي نفس تستطيع إنها تنكره. إن كنا نؤمن بكل ما نقول في قانون الإيمان فإذن ليس علينا إلا إن احنا نستعد ونتطلع ونشتاق إلى قيامة حياتنا وأرواحنا وأجسادنا مرة أخرى. وهنا أحبائي أحب أقول إزاي مين اللي يستطيع أن هو يديني القوة دي أن أحتمل هذا الكلام؟ إيه المفتاح اللي يساعدني أن يكون حياتي باستمرار مستعدة، أن حياتي باستمرار سهران على نفسي مش غفلان على نفسي،
سهران باستمرار على حياتي، سهران باستمرار على أبديتي. رب المجد يسوع هو المفتاح، هو المفتاح بتاع قيامة الإنسان، هو اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. اوعى تخاف من الموت الجسدي، لما تسمع سيرة إنسان مات اوعى تخاف من الموت الجسدي، زي ما قال السيد المسيح: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بل خافوا بالأحرى من الذي له السلطان أن يميت الجسد والروح معا. يوم ما تسمع انه في انسان انتقل اوعى تخاف، لان دي في نهاية كل البشر. سفر الجامعة بيقول كده يا احبائي: الموت يفصل الجسد عن الروح وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. يبقى لابد دي نهاية كل انسان على الارض، ما دامت أصبح ما دام الموت دخل إلى العالم، إذن أصبح إذن المفتاح بتاع القيامة اللي يساعد الإنسان باستمرار يا أحبائي ويخليه باستمرار قوي ولا يتزعزع، هو أن يضع باستمرار مخافة الله في قلبه. نؤمن أن يسوع المسيح قام. معلمنا بولس الرسول في أعمال 24:15 يقول كده: ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. لي رجاء، ما دام المسيح قام فأنا لي قيامة، ما دام المسيح أعدني لحياة أبدية، جعل الأبدية فين؟ في قلوبهم. في سفر الجامعة أصحاح 3 يقول كده: جعل الأبدية في قلوبهم. لي تخاف من الموت الجسدي، وبدل ما تخاف من الموت الجسدي وبدل ما تخاف من سيرة الموت، اعمل باستمرار لحياتك الأبدية، اعمل باستمرار للمكان اللي أعده لينا الله، واوعى تتهاون واوعى تتراخى واوعى تستهين بهذا الحب الإلهي، واوعى تستهين بهذا المكان المعد ليك. وفي كل مرة تسقط قم، لأن المسيح قام من الأموات وبقيامته أعطانا قيامة. وأقول له كده: أنت اللي أقمت لعازر من الموت بعد أن أنتن 4 أيام، تستطيع أن تقوم حياتي حتى لو كنت في الخطية عايش يا رب، حتى لو كنت في الوحل بتاع الخطية، حتى وإن كانت عظامي يبست، تستطيع أن تقومني يا رب، لأن ليك القوة ومفتاح قيامتي هو أنت. عشان كده معلمنا بولس الرسول يدي عبارة حلوة يقول كده: ما دمنا نؤمن أن المسيح قد قام فإن سيرتنا نحن أيضا فين؟ في السماويات، حيث المسيح إيه؟ حيث المسيح جالس. يبقى إذن خلي نظرك دايما لفين؟ خلي نظرك دايما للسماء حبيبي، خلي دايما نظرك للحياة الأبدية. المسيح قام، إذن لنا قيامة أقوى من كل ما هو في العالم، أقوى من إبليس. نستعيد هذا الجسد مرة تانية، ولكن في صورة إيه؟ في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، مشابه لهذا الجسد اللي أخذه رب المجد يسوع. في فيلبي 3:21: سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. المحدود يصير غير محدود، الضعيف الواهن يصير قوي، يستطيع أن يخترق حتى ولو الأبواب المغلقة يا أحبائي. قيامة المسيح هي قوتنا، نعمة المسيح اللي أعطاها لينا بتذكرها لينا الكنيسة في كل يوم، في آسف بتذكرها لنا الكنيسة في كل قداس، وبتذكرها لنا الكنيسة في كل يوم طبعا من قانون الإيمان، ولكن في طقس الكنيسة بنتذكرها في كل يوم. لو حضرنا رفع بخور عشية، لو حضرنا رفع بخور عشية، دايما في رفع بخور عشية نصلي كده ايه؟ أوشية الراقدين، عشان تذكرنا ان احنا ايه؟ لا يكون موت لعبيدك
بل هو انتقال. وليه في العشية يا ابونا؟ عشان العشية تعتبر نهاية اليوم، يعني بتشير إلى نهاية الإنسان، وكأن الكنيسة بتقول لنا كده إن كنا حنموت بالجسد ولكن ليست لنا قيامة إلى الأبد، ليس لنا موت إلى الأبد، ولكن لينا قيامة جديدة، قيامة حياة جديدة. وتذكرنا لينا بها الكنيسة أيضا في قداس يوم السبت. كل قداس يوم السبت في رفع بخور باكر، بدل ما نصلي أوشية المرضى ونصلي أوشية المسافرين، نصلي أوشية الراقدين، لأن المسيح في يوم السبت كان موجود فين؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، نزل وكان في القبر، ونزل لكي ما يقيم معه كل الأجساد الباقية. وتذكرنا لها الكنيسة أيضا في كل عيد قيامة وفي أيام الخمسين، ونزف صورة القيامة ونقول لكل إنسان إن كنا قد متنا بالخطية، اليوم قام المسيح ليعطينا حياة أبدية. عشان كده أحبائي يعطينا الله باستمرار أن يكون لنا هذه الحياة. حختم بآخر شيء أحبائي، وهو ما قاله البعض أو عن كلام السيد المسيح. البعض بيقول إن كان أحد، سيد المسيح يقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد، في يوحنا 18:51. إزاي بيقول المسيح لن يرى الموت إلى الأبد، مع أنه الذين آمنوا بالمسيح يموتون زي كل باقي الناس؟ أرجع وأرد بالحتة اللي أنا قلتها قبل شوية، هو موت الجسد اللي مطروح ومفروض على كل العالم، وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة، وبعد ذلك الدينونة. وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة وبعد ذلك يوم الدينونة، دينونة للأشرار، إنما يوم المكافأة للأبرار، يوم الفرح، يوم النصرة، يوم المجد اللي يغير فيه هذا الجسد لكي ما يكون على شكل الجسد اللي قام به المسيح، على شكل جسده، وسنراه كما هو، سنراه كما هو. كل مرة بنقول يا ريتنا لو كنا في أيام المسيح زي التلاميذ وكنا نشوفه، حياجي اليوم اللي احنا نشوف المسيح كما هو. رب المجد يسوع بجراحاته حمل الله الذي ذبح عن حياة العالم، حمل الله اللي دفع أجرة الموت بتاعتنا، دم ثمن كريم، لا دم حمل ولا دم عجول أو تيوس، إنما دم غالي، دم ثمين، سنراه كما هو والجراحات على إيديهم. هختم بقصة يا أحبائي، واسمحوا لي إن أنا هطرح بعديها جزء من فيديو هنشوفه مع بعض عن صورة بنشوفها في الكنيسة عندنا لكن ما بنفهمش معانيها، لكن ليها معاني روحية عميقة هنشوفها مع بعض. القصة دي بتقول إيه يا أحبائي؟ القصة دي بتقول كان في مهندس معماري اسمه سير كريستوفر رين، ده واحد انجليزي. هذا المهندس هو اللي اعاد بناء كاتدرائية سان بول اللي في لندن سنة 1710. عارفين حصل في لندن حريق نسمع عنه حريق لندن، لندن بيرنينجز، لما حصل دي اتحطمت او اتحركت فيه كنيسة او كاتدرائية سان بول. جاء المهندس المعماري دي اسمه سير كريستوفر رين، اعاد بناء هذه الكاتدرائية مرة تانية، امر باستخدام كل الاحجار اللي كانت متبقية من الكاتدرائية القديمة. بالمناسبة امبارح كنا في لندن في مناسبة عظيمة كده أيضا لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، أمام كل المسؤولين وأمام كل رجال الدولة اللي مندوبين عنهم، وإحنا احتفالنا بعيد النيروز.
وكانت في وسط هذا المكان اللي أنا بتكلم عنه دي، في كانت سان مارغريت تشيرش اللي هي قريبة من كاتدرائية سان بول اللي هي في لندن. المهندس ده لما أمر باستخدام كل الحجارة المتبقية، عايز بقدر الإمكان أنه يحتفظ بآثار من هذه الكاتدرائية من هذه الأحجار. بعد ما انتهى من البناء سأل هل يا ترى في أي أحجار متبقية من المبنى القديم من الكاتدرائية القديمة؟ قالوا له الحقيقة في حجر، وجدنا حجر مكتوب عليه عبارة احنا ما فهمناهاش، عشان كده تركنا الحجر ده على جنب. مكتوب عليها ايه؟ سأقوم. حتة حجر كده مكتوب عليه عبارة سأقوم. هذا المهندس المعماري قال لهم هاخد الحجر دي، وطلب ان يوضع هذا الحجر على المقبرة بتاعته اللي موجودة حتى الآن تحت الكاتدرائية بتاع سان بول. هو اللي أعاد بناء الكاتدرائية، هو اللي طلب أن يدفن تحت هذه الكاتدرائية، وطلب أن يوضع هذا الحجر بهذه العبارة سأقوم على قبره. وما زال هذا الحجر موضوع على قبره إلى هذا اليوم. إذا سمحت إرادة ربنا في يوم من الأيام نحن نمشي ونشوف بعض هذه المعالم، من ضمنها معالم كاتدرائية سان بول، نمشي نزور هذا القبر ونشوف هذه العبارة اللي مكتوب عليها سأقوم. ولكيما تكون، هو ده إيمانه اللي بيعلن لكل الناس إن أنا مش ميت، إن أنا في يوم من الأيام سأقوم. وما دمنا سنقوم فبقي شيء أخير، وهو كيف نستعد لهذه القيامة. بصوا معايا يا أحبائي لهذه الأيقونة اللي بتحكي لينا عن ما صنعه رب المجد يسوع. هستأذنكم، هي هتاخد فترة بتاع حوالي ما بين 8 إلى 9 دقائق، بس فيها شرح لهذه الأيقونة. فضلت إن أنا أنقل لكم الفيديو دي زي ما هو ونسمع هذا التعليق. أيقونة دي لعلها ما موجودة في كنيستنا كثيرة، هي موجودة في الأيقونة دي بذاتها، موجودة في وجدت أو اترسمت في القرن الخمستاشر في كنيسة في القسطنطينية اسمها كنيسة الصليب، وموجود فيها هذه الأيقونة اللي بتعبر عن عقيدتين، هي اسمها أيقونة القيامة وأيقونة النزول إلى الجحيم، الاثنين مع بعض. فيها إشارة إلى عقيدة الفداء اللي تمم رب المجد يسوع ونزل إلى الجحيم، وفيها عقيدة القيامة اللي بتقيمنا وحيقيمنا نحن أيضا من بين الأموات. دي أيقونة القيامة اللي موجودة في صورة في كنيسة القسطنطينية، أيقونة النزول إلى الجحيم، وهي نفسها أيقونة القيامة. لو مشينا بسرعة زي ما بقول، هي بترجع إلى القرن الخامس، كنيسة القسطنطينية كنيسة المخلص، واللي عيد بناء في القرن الاثناشر. في كذا حاجة في الأيقونة دي، آسف. أول حاجة وأكبر حاجة بنشوفها في هذه الأيقونة هو رب المجد يسوع بالنصرة اللي بيقوم بيها، وهو ماسك الصليب علامة فخرنا وقوتنا، وبالثياب البيضة اللي هي بتشير إلى هذا المجد. في كذا حاجة في الأيقونة دي مش ظاهرة بالألوان بتاعتها، لكن لما نجيب الفيديو نقدر نشوفها. في كذا حاجة أوضحها، ده يشير إلى آدم، أو بالحقيقة هو آدم ودي حواء. آدم باللون الأبيض الثياب بتاعته، ودي بتشير إلى ثياب المفديين اللي شاف يوحنا الرائي في سفر الرؤية. وبنشوف السن الكبير بتاع آدم اللي هو بنعتبره أب كل البشرية.
حتة الانحناء بتاعة السيد المسيح اللي بيميل عشان يمسك يد آدم، ده اللي بنقول عليه ونزل إلى الجحيم، ترك المجد بتاعه لكي ما ينزل حتى وإلى الجحيم ويفدي الذين هم إيه؟ الذين هم في السجن. على الجانب الآخر صورة حواء، حواء دي وهي لابسة اللون الأحمر، التوب الأحمر، والتوب الأحمر اللي هو حواء تشير إلى أم كل البشرية، والتوب الأحمر أيضا في رداء أمنا العذراء مريم اللي بنسميها أم كل البشرية التي ولدت لنا المخلص الرب يسوع المسيح. في ثلاثة أشخاص في الأيقونة دي مهمين، هم دول في داود النبي، في سليمان الحكيم اللي قال عنه الكتاب المقدس انه داود النبي هيكون او يخرج جزع من قضيب داود، وسليمان الحكيم او الملك بتاع سليمان بيشير الى الملك بتاع السيد المسيح، اسف مش بيشير اليه بالضبط، لكن زي ما جات النبوة انه ملكه لا يزول. في الشخص الثالث وهو دانيال النبي، هنا بنلاقي في ثلاثة أشخاص مميزين، منهم الدي الصغير ده هابيل، وهي يشير إلى أول إنسان مات على هذا الإيمان، بالرغم من أنه ما كانش لسه اتوضع أي ناموس، لكن هابيل كان قدم من الخراب بتاعته، قدم من الغنم بتاعه كمحرقة وقبلها الله. فنلاقي انه قابيل اسف هابيل هنا وهو ماسك عصاية، لو انتوا قادرين تركزوا معايا في العصاية دي، وده يشير الى زي ما انه كان راعي، فالسيد المسيح هو الراعي الصالح اللي بيقودنا وبيرعانا وبيوصلنا الى الابدية. ظاهر مع هابيل اللي هو اول واحد مات والراعي الصالح زي ما بقول، ظاهر اثنين منهم موسى ومنهم ايليا. موسى وايليا، موسى يمثل الذين ماتوا، إيليا يمثل الذين هم أحياء، لأن موسى مات ولم يعرف أي إنسان قبره، الله أخفاه. إيليا لم يموت، صعد بمركبة نارية. الاثنين ظهروا مع السيد المسيح في يوم التجلي عشان يورينا أن موسى، أن المسيح هو إله الأموات وإله الأحياء. دي أيقونة القيامة اللي بقول عليها، في موجودة في بعض الكنائس الأرثوذكسية، بنتمنى ان احنا نحصل على هذه الأيقونة. في اخيرا بنلاقي انه هنا آدم وهو طالع من القبر بتاعه، بنلاقي هنا علامة الصليب، شايفين دي الرجلين دول علامة الصليب، تحت علامة الصليب في هنا الشيطان، صورة للشيطان بس يمكن مش ظاهرة كويس، إنما الفيديو بيوضحها، صورة الشيطان دي وهي مقيد، وده لما مات السيد المسيح على الصليب قيد الشيطان وسحق الشيطان وكان نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. هنلاقي في حاجات كثيرة أيضا هنا، منها مسامير، منها سلاسل، كل الذين كانوا مربوطين ومقيدين في الجحيم أطلقهم المسيح بحرية. ومين هم؟ الذين ماتوا على رجاء القيامة، الذين ماتوا بهذا الإيمان، ولكن ليس كل البشر. ده اللي بتحكيه قصة أو أيقونة القيامة، تحكي عن عقيدة الفداء من خلال جروح المسيح بالصليب نزل إلى الجحيم، ومن القيامة إن هي قادرة أن تقيم على إقامة كل إنسان من جديد. عشان كده آدم وحواء اللذان يمثلان البشرية، وهو مدلول القيامة للأموات، كل الأموات. يعطينا الله يا أحبائي أن يكون لنا هذا الاستعداد، ويكون لنا هذا الاشتياق، ويكون لنا هذا الإيمان إن حياتنا على الأرض
بالطول بالعرض هتنتهي، لكن قل له يا ربي ما تسمحش ان حياتي تنتهي وانا في غفلة، ما تسمحش ان حياتي تنتهي وانا ميت. اديني من النهاردة يا رب ان يكون لي اذن صاغية اسمع لكلمتك. من له اذان للسمع، من له اذنان للسمع فليسمع. اديني باستمرار ان يكون لي الاذن الصاغية. حرك روحك القدوس في داخل قلبي ليكون لي حياة جديدة. احيي هذه العظام مرة اخرى يا رب يسوع. لإلهنا كل المجد والكرامة والسجود من الان والى الابد، امين. تفضلوا نصلي. ممكن نرنم مع بعض الترنيمة دي نبدأ بيها حديث بتاع اجتماعنا اليوم. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، عندي فدينا والنال العطية وعز الأبدية، والنال العطية وعز الأبدية، هنا بالإيمان وهناك بالعيان. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظارنا مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ناعما ناعما ادخلوا يا ولادي، ناعما ناعما ادخلوا يا ولادي، هللوا يا مجدا يا جمال صوت الفادي. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ندخل إلى المجد وافراح الأباد، ونشوف اللي ما شافه في الدنيا حال. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، ديارنا عند فدينا، وبيد الكريمة في الحفلة العظيمة، وبيد الكريمة في الحفلة العظيمة، ياخدنا بإيدينا نبدأ الترنيمة. طال انتظارنا
وش مالينا طال انتظارنا، وش مالينا نوصل ديارنا، عندي فدينا ونعيش في المدينة، وحبه يكفينا ونعيش في المدينة، وحبه يكفينا ولا شمسي ولا قمر، هو ينور لينا طال انتظارنا، والشوق مالينا طال انتظارنا، والشوق مالينا نوصل ديارنا، عندي فدينا مرتان تحتو بعيدا عن مخلصي يسوع، فأتاني من فداني ودعاني للرجوع، صوته الحلو ناداني ناداني، لا تطيل لنا الضلال، أسري عنا يا بني وتعالى لتعال، أرجو لي أدمت بشوك لم أرى له نظير، بينما الصوت ينادي قد ضللت في المسير، صوته الحلو ناداني ناداني، طيل لنا الضلال، أسري عنا يا بني وتعالى لتعال، إلا إني لم أبالي أبدا بذا الكلام، بل غدوت في ضلالي مستهينا بالآلام، صوته الحلو ناداني ناداني، لا تطيل لنا الضلال، أسري عنا يا بني وتعالى لتعال، صار مسلكي ران وظلامه مخيف، فصرخت في شقائي أين وجهك اللطيف، صوته الحلو ناداني ناداني، لا تطيل لنا الضلال، أسري عنا يا بني
وتعالى لتعال بعد ذاتناها حزني من جرى ذاك الضلال بمرارة ناديت يا مخلص تعال صوته الحلو ناداني ناداني لا تطل لنا الضلال أسري عنا على لتعال بغتة رأيت نورا في طريقي قد بهر عندما الفادي المحب بتبسم ظهر صوته الحلو ناداني ناداني لا تطل لنا الضلال أسري عنا يا بني وتعالى لتعال باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي كم نشكرك يا رب، كم نشكرك من أجل هذه الجلسة اللي متعتنا فيها فعلا بوجودك وحضورك في وسطنا. كشفت لينا يا رب كل هذه الأمجاد اللي انت قعدتها واللي انت منتظرنا فيها يا رب، كشفت لينا يا رب كيف ستعود وكيف سترجعنا إلى هذا المكان. احنا محتاجين دايما يا رب ان احنا فعلا عيوننا تتطلع إلى ذلك المكان، عيوننا تفضل باستمرار باصة للسماء، عيوننا تفضل باستمرار باصة ليك يا رب وناظرة إليك يا رئيس الإيمان ومكمله، عيوننا تفضل ناظرة إليك وإلى صليبك وقيامتك اللي بيها أقمتنا وأعطيتنا حياة جديدة يا رب. عيوننا دايما يا رب تشتاق إلى أن نوجد في هذا المجد. نهارنا أديتنا يا رب وعلمتنا كيف ستأتي وكيف ستكون قيامتنا، واسمح يا رب اسمح أن نكون يا رب من ضمن الذين هم الذين يخرجون من القبور وفعلنا كل ما هو مرضي أمامك لننال حياة أبدية، ليس من أجل أي بر ولا صلاح فعلناه، ومهما عملنا كل البر فنحن عبيد بطلون، لكن من خلال نعمتك ومن خلال روحك القدوس اللي بيسندنا اللي بيرشدنا اللي بيقودنا لكي ما نعطي ونكمل عملك وخطتك في حياتنا. روحك القدوس اللي بيذكرنا بهذه الأمجاد السماوية اللي معدلينا، روحك القدوس اللي بيحيينا ويحيي عظامنا حتى ولو كنا يا ربي في وحل الخطية. أرجوك النهاردة يا ربي نسمع صوتك، صوتك الحلو ينادينا، صوتك الحلو اللي نسمعه بأذان تشتاق إلى تسمع هذا الصوت فنرجع عن موتنا يا رب ويكون لنا حياة معك. ما تسمحش أبدا يا رب إن أي نفس تسمع لصوتك وتطول يا رب تطيل الضلال، ما تسمحش يا رب. احنا ضعفاء، احنا محتاجين لك النهاردة يا رب، محتاجين لك يا صاحب الحنان، محتاجين لك نقول لك امسك بإيدينا
احنا محتاجين قوة ان احنا نقوم مرة تانية. قلت لي ايها الشاب لك اقول قم اليوم يا رب. قل هذه العبارة لكل نفس مننا واولهم ضعف يا رب. ايها الشاب لك اقول قم ليكون لنا قيامة جديدة معك. دينا دايما نحن نبص للسيرة السماوية اللي انت جالس فيها واللي انت اعدتها لنا. ما تسمحش ابدا يا رب ان احنا نسمع ويكون ابليس هو السيد والمالك علينا. تسمحش يوم ما اخذنا مع المعمودية يوم ما عمدتنا يا رب أصرت أنت سيدنا وملكنا وأبونا السماوي. يا رب النهاردة بنقول لك امسك بإيدينا. عبرت شعب بني إسرائيل، عبرت بآدم يا رب من الجحيم إلى الفردوس مرة أخرى. قادر يا رب إنك أنت أيضا ترفع كل نفس مننا النهاردة. يعطي كل نفس اليوم يا رب سواء كانت حاضرة معنا أو تسمع لهذه الكلمة ليكون لها حياة جديدة، ليكون لنا توبة جديدة يا رب، ليكون لنا رجوع حقيقي. اليوم نقول لك يا رب من النهاردة احنا راجعين، من النهاردة احنا ماسكين في ايديك، من النهاردة احنا باصين للسماء. لا يمكن ان احنا نجرحك مرة تانية، ولا يمكن ان احنا نتجرأ ان احنا نجرح قلبك ونقص على قلبك يا رب. ما تسمحش أبدا إن دي تكون حياتنا. أنت اديتنا يا رب إن احنا نكون خليقة جديدة، اديتنا إن احنا نكون مخلوقين لحياة أبدية. طب ليه تسيبنا وليه تركنا يا رب؟ ليه بعيدين عنها وليه مش مشتاقين إليها؟ خلينا كل مرة وإحنا بناجي نصلي ونقول وننتظر قيامة الأموات أقول لك يا رب أنا منتظرك، أنا منتظرك النهاردة في كل قداس، في كل لقاء، في كل صلاة أنا منتظرك عشان تقيم حياتي وتديني بركة معك يا رب في فردوسك. احط كل نفس سؤل قلبها في هذا اليوم، كمل لنا هذه البركات يا رب. ونحن في أيام الغربة لنقول لك بسلام مع معلمنا بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أكملت السعي، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل. ليس لي فقط بل لكل الذين يحبون ظهوره أيضا. إحنا منتظرين ظهورك، طال انتظارنا لكن منتظرين وحنفضل ننتظر لحد ما تجينا يا رب بهذا المجد وبهذا الصوت اللي بتقول لنا كده: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا لإسمك القدوس يا سيدنا، ليتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس يا سيدنا. من أجل خاطر دمك وشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا أبرهام وكل مصاف قديسيك، بارك كل نفس ماسلة أمامك واجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعا.